أعزائنا ومتابعينا على صفحة نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات تل لومير، بنصبح عليكم ببرنامجكم الأسبوعي صباحكم نور، ومعنا مثل ما أنتم شايفين بالاستوديو وجه جديد على الشاشة. أول مرة بتطلع معنا أبونا وسام منصور، مدير عام مدارس البطركيات اللاتينية في الأردن. صباحك خير أبونا. صباح الورد النور. الله يسعدك، وشاكرين لك حضورك معنا اليوم. الله يخليك يطول عمرك. الله يسعدك. أكيد فرح كتير كبير الفترة هذه، خاصة مع صدور نتائج التوجيهي، فمنهنيكم منهني البطركية بالنتائج اللي حققوها، نتائج وتفوق عالي، خاصة الأول على المملكة من مدارس البطركية من مادبة. نعم. فتخبرنا كيف فرحته هذا الشاب. الحمد لله، نحن يعني فرحتنا في أولادنا أكثر، يعني بنفرح لفرحهم. النجاح هو محصلة مسيرة طويلة، أكيد. والنتائج اللي بتطلع في التوجيه يعني ممكن مرات يعني ترتكز لأمور تانية، ولكن دائما نحن بنقول هو النجاح بنبنى من الكيجي لا يوصل للتوجيه. أكيد. وهذا أكيد. البناء الطويل فرحنا مش فقط في المكانة أو المرتبة الأولى اللي أخذناها، ولإنما لنجاح كل طلابنا. نسب النجاح كانت الحمد لله جدا عالية بالرغم من كل الظروف الصعبة، فمنهنيهم. نستغل اللقاء اليوم حتى نهني أحمد العجلين الأول على المملكة، ونهني جميع طلابنا بنجاحهم وتفوقهم، ومنتمنى للي كل ما حلفهم الحظ أنه إن شاء الله بنعمة ربنا بيكملوا وبيستمروا وبيحافظوا على التفاؤل والأمل أنه بكرة إن شاء الله بتكون الأمور أحسن. إن شاء الله يا رب. نحن طبعا رح نحكي مطولا لهذه الحلقة على مدار الساعة مع مدراء مدارس البطركية الكاثوليك وأيضا الأرثوذكس، فرح نكون بتواصل معكم خلال الحلقة. بنشكر كل الأشخاص اللي متواجدين معنا على البث المباشر، منقولكم صباحكم نور، ونحن مثل ما كل عادتنا انه نصبح عليكم فرد فرد، فما تأخذونا اذا فوتنا حدا. محمد عبد الكريم الوشاح، ام فادي ايفون حتر، يسعد صباحكم، صباحكم نور. امل السلمان وجريس انطون، فادي العكشة، كلهم عم بيصبحوا بيتمنوا النجاح. ألف مبروك للطلاب التوجيهي اللي حالفهم الحظ ونجحوا هذه الدورة بالرغم من الصعوبات مثل ما حكى أبونا. صباحكم نور لجمانة هلال الربضي وكندا عوابدة، صباحكم نور لمناحي قاقيش، و أيضا جوانا حلال الربضي، سامر قنصل، وألين عباسي، جوينات، وأدمون الزوايتي، ونبيلة دبيا، ورويدة أنا يونس، ومريم وعاط طف عاطف، وباسم حمارنة. واللي بحب يحط تهاني نحن ممكن ننقلها كمان على الهواء لأشخاص بعزوكم وطلاب بهمكم أمرهم، يعني من العائلة إنه حابين تهنهم على الهواء ببرنامج صباحكم نور، أهلا وسهلا فيكم. طبعا إحنا في بداية كأي بداية دائما بدها بالصلاة، فبنطلب من أبونا وسام إنه يصلي لنا صلاة يبارك هذه الحلقة بكل محتواها وبضيوفها. تفضل أبونا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. يا رب نضع أمامك حياتنا، نضع أمامك كل أعمالنا ومشاريعنا، خدماتنا ورسالتنا، نطلب منك البركة في مسيرتنا، في مسيرة عطائنا، في مسيرة خدمتنا، لأن بدون بركتك بدون نعمتك كل شيء زائل، كل شيء بدون أي معنى. فبنطلب منك هذه البركة حتى تغني فيها نفوسنا، تغني حياتنا، خدمتنا ورسالتنا، وتساعدنا دائما على معرفة إرادتك وتتميم مشيئتك لبناء مجدك في هذا الأرض، في هذه الأرض، حتى نعيشه كامل بالمجد السماوي. أمين. آمين يا أبونا. شكرا للصلاة الحلوة الجميلة اللي بتعطينا الأمل لهالحياة، وأنه ربنا معانا دائما بغض النظر عن الصعوبات اللي بتواجهنا، وخاصة الصعوبات اللي واجهها الطلاب التوجيهي.
هاي السنة. يعني هاي بعتبرها دورة استثنائية إنه مع جائحة كورونا ولا زلنا فيها، وكمان مثل ما وزير الصحة أعلن قبل يومين إنه إحنا دخلنا بموجة ثالثة، لأنه في عنا حالات من فيروس الجديد ده فيروس دلتا، فرجعنا للحفاظ على التباعد الاجتماعي، رجعنا لوضع الكمامة والانتباه على صحتنا. فربنا يستر كمان هذه السنة، يعني تحدي كتير كبير بالسهل. قدامكم مدراء مدارس، خاصة أنتوا بين إنه التعليم الوجاهي أم إنكم التعليم عن بعد. فأبونا تخبرنا، يعني أنت كمدير عام مدارس كيف كانت خبرتكم في التعليم عن بعد؟ شوفي الحمد لله نحن بنعمة وبركة ربنا، يعني كان في عنا نوع من التحضير المسبق. نعم. يعني من حوالي 3 سنين كان في عنا اشتراك على منصة ومنظومة خاصة اللي هيئتنا انه لما دخلت الجائحة انه نكون نوعا ما مستعدين. نعم. هلا التحول للتعليم عن بعد مش سهل، لانه مش فقط بده امكانيات، وانما بدك تدربي الكوادر على هذا المفهوم. نعم. يعني لربما توفري الامكانيات، ولكن تدريب الاشخاص وخاصة اللي تجاوز عمر معين مرات ما بتكون في عنده سلاسة التعامل مع الشيء الجديد. فكان التدريب مستمر وكان دائما على قدم وساق حتى نقدر نحضر أجهزتنا وكوادرنا ليكونوا على مستوى التحدي اللي نحن عم نتعرض له. نعم. هلأ للأسف بمجتمعنا التوجيه أوريدي تحدي قبل كورونا. نعم. يعني اللي لما في بالبيت طالب توجيهي بكركب كل البيت. نعم صحيح. والطلاب والأهل بيستخدموا كل الوسائل الممكنة في سبيل نجاح أبنائهم. يعني ممكن تسمعي أنه بيعتمد على المدرسين الخصوصي، بيعمل كتير أشياء اللي يأخذ كل الإمكانيات في سبيل حقق أعلى العلامات، لأنه مرحلة التوجيهي في مجتمعنا للأسف لهلأ هي مرحلة مفصلية بطريقة مش كتير تربوية. نعم. فعشان هيك دائما بتعاملنا مع الطلاب وتحضيرنا لهم بنكون نعتمد على التكاملية في التربية التعليمية، في التربية والتعليم، انه من هو صغير انت عم تطلعي وبتبدعي في البناء. فلما اجينا على الجائحة واجينا على التعليم اونلاين نوعا ما الكل كان نوعا ما مستعد، وصار بس بدنا هالحركة او الانتقال للتكنيك الإلكتروني. نعم. والطريقة الأمثل لتوصيل المعلومة وتوصيل التعليم لطلابنا. نعم. وبالنهاية وصلتوا أنه كل الطلاب أبونا يكونوا عن التعليم عن بعد، لأنه نحن في بداية التعلم عن بعد كمان عملنا لقاء معك قلت أنه في تحدي كتير كبير لعدم، يعني الأهل عدم الوعي أنه صاروا مثل يتدخلوا بتدريس أولادهم، يتدخلوا بالأجوبة حتى ويساعدوهم بالأجوبة ويقدموا عنهم كون أنه بعيد عن الرقابة المباشرة. يعني 100%. هلا تحديات التعليم أونلاين كانت كتيرة. نعم. يعني من توفير إمكانيات إن كان في المدرسة إن كان عند الأهل. نعم. يعني تعرفي طلابنا مش من العائلات المقتدرة جدا، يعني نعم. ما بيقدروا يوفروا جهاز لكل طالب. نعم. لا جهاز تليفون صح. أو جهاز. كان هذا التحدي الكبير قدامكم انتوا. اشتراكات الإنترنت كل الأمور، يعني حاولنا والفعل مدراءنا ومعلميننا صراحة. نعم. بذلوا جهد لا يوصف في إنهم يوصلوا لكل طالب، كل طالب. نعم. ويحاولوا إنه يوصلوا المعلومة الصح. هلا نحن للأسف بحكم إنه مندور على العلامة، يعني الأهل. نعم. همهم إنه العلامة، فوصلوا أبنائهم لمرحلة جدا سيئة إنه صار يعلم ابنه على الغش. صار يعلم. نعم. ابنه على السرقة، لأنه أنا لما باخذ العلامة بطريقة غير شرعية هاي سرقة. نعم. فأنا لما بجيب أستاذ خصوصي لحل الامتحان لابني، أو أنا بساعده في حل الامتحان، أو بعلمه كيف يفتح مواقع ويرد على الأسئلة. نعم. كل هاي الأساليب كسرت التربية. هلا. نعم. ربما حصلنا علامة، يعني. نعم. بالنسبة لنا علامة عالية كانت مرتفعة، ولكن بالمحصلة اللي حصلناها خسرنا التربية وخسرنا المصداقية في حياة ابننا،
وهذا الإشي اللي لازم نحن كنا ننتبه له أكثر. يعني بتعليمنا دائما منظومة بتقولك التربية ومن ثم التعليم، لكن مع التعليم عن بعد نظريا التعليم للأسف. للأسف التربية نزلت مستواها، فهيك لاحظنا في النهاية يعني التعلم عن بعد من كل الجوانب، قلة الاختلاط، قلة التعامل مع المعلمين، قلة الاحترام، يعني كتير من الأمور التربوية للأسف انجرحت. نعم. في فترة كورونا. نعم. على كلنا أبونا هي كانت التجربة بالنسبة للأهل وللطالب، كانت تجربة يعني نتعرفوا على بعض، بس بالنهاية أكيد بيصير في وعي عند الأهل لما بيشوفوا إنه ابنهم بيوصل مرحلة يعني الغش بالبداية ساعده لأنه يحصل على علامة عالية، لكن في النهاية عم بيوصلوا للمعرفة. ممكن الأهل يصير يدركوا إنه هذا اللي عم يسووا غلط، فبدهم شوية وقت. فإن شاء الله إنه هاي السنة أبونا يرجع التعليم عن الوجاهي، ولكن الفاقد بنسمع دائما إنه في هناك دروس خصوصي أو دروس للفاقد التعليمي اللي فقدوه الأطفال والولاد، خاصة بالأعمار المرحلة الأساسية اللي ما قدروا يتخطوها. فعندكم أنتوا هذا التوجه في هذا البرنامج؟ نحن بلشنا اليوم الحمد لله. الحمد لله. بالرغم من إنه زي ما قلت لك كوادرنا الإدارية والتعليمية بذلت كل جهدها إنه توصل التعليم اللازم والتعليم الوافي لطلابنا في الوقت اللازم. نعم. يعني ولكن تجاوبا مع نداء وزارة التربية والاحتياجات طلابنا، لا أكيد توصل المعلومة بس بحاجة لنوع من المراجعة على التثبيت لبعض الأمور. نعم. الأساسية اللي نحن يعني الحمد لله بدأنا اليوم بإعطاء الفاقد التعليمي في كل مدارسنا. الحمد لله. أبونا بس هيك إحصائيا، يعني إحنا تقريبا كم مدرسة للبطركية اللاتين بالأردن؟ نحن حاليا عندنا 24 مدرسة و 18 روضة. 18 روضة، حلو. نعم. وال 24 مدرسة اليوم بلشت كل هذا؟ كلها. نعم. نعم. كنا اليوم بلشنا، كانوا وانتم بخير الله يعني خليك. هذا يعني الحمد هذا لله. هاي الحمد انا بقول نعمه كبيره من ربنا، وان شاء الله بنستمر. يعني انا بتوقع التحدي قوي. نعم. والكلام كتير على موضوع انه نرجع نتحول للتعليم عن بعد. نعم. ولكن بظن المجهود اللي عم بنبذل من خلال الحكومه لرفع اعداد المتلقين للمطعوم ممكن ياثر وممكن يحد من هذا الخطر. نعم. حتى لو دخلنا في موجة ثالثة بظن أنه الإجراءات المتبعة حاليا ما راح تدخلنا بنفس الأزمة اللي كنا فيها السنة الماضية. أكيد، أكيد. يعني لربما يكون في نوع من الأزمة، تخفيف أعداد، تخفيف الصفوف، بس ما ممكن نوصل للمرحلة أنه نسكر المدرسة بالكامل ونروح للتعليم. نعم. عن بعد، لأنه الخبرة ما كانت متكاملة. نعم. وأبعادها صعبة، يعني الأبعاد النفسية، الأبعاد التربوية ما وصلت لهدفها، بالإضافة إنه التعليم الأكاديمي كمان انجرح، يعني ما كان بشكله الكامل. نعم. فبظن الكل مدرك، إن كان مدارس وإن كان حكومة، إنه نحن بحاجة للعودة للمدرسة. نعم. وطلابنا بحاجة للالتقاء بمعلمينهم، لأنه اللقاء عن بعد ما كان كافي. نعم. ما كان وافي إنه الطالب يأخذ كل حقه وكل مجاله في الحكي، في السؤال، في الاستفسار، في التواصل، في كل المواضيع اللي ممكن إنه يغطيها التعليم داخل المدرسة. أبونا للمثلا المستمعين والمشاهدين على فضائية نورسات عم بيشاهدونا من كل أنحاء الدول العربية والعالم، ممكن تعطيك تعريف عن مدارس البطركية، المنهاج اللي بتتبعه، المميزات لمدارس البطركية؟ أنتوا بتتبعوا المنهاج التربية والتعليم. نعم. في إضافات كونكم مدارس تابعة لك كنائس كنيسة اللاتين، الأعداد الموجودة للطلاب أنتوا مفتوح للمسلمين والمسيحيين. نعم. يعني مش مقتصر بس على المسيحيين، يعني أنتوا عم تخدموا مجتمع بالتالي، فكيف أنتوا عم بترتبوا هذا الموضوع أو بتنظموه بحيث أنه الطالب ما يشعر أنه يعني أنه يشعر ببيئة طبيعية مناسبة في مجتمعه؟ كيف عم بتوفروا هذا الشيء؟ شوفي الحمد لله إلى الآن بيئة مدارسنا من الأفضل،
يعني بقدر افتخر بهذا الموضوع. صدق لازم نفتخر يا ابونا، يعني لا مش انه ما نفتخر، لازم نفتخر بمدارسنا، خاصه انه في كتير مسلمين اهاليهم بفضل يكونوا مثلا بمدارس مسيحيه، وعم نحكيها على الملأ لانه نحن فعلا يعني نتوجه بهذا التوجه في مدارسنا من حيث مبادئ العيش المشترك، من حيث المحبه والتعليم السيد المسيح. كل لانه اساسنا نحن نتعامل مع الانسان كانسان، نعم، وبنشوف بنخدم إنسانيته إيمانا منا ككنيسة، إنه الروحانية بتنبنى على الإنسانية. لما أنا ببني إنسان كامل قادر بعدين أساعد هذا الإنسان إنه يتواصل مع ربه بالطريقة الصحيحة. نعم. فخدمتنا للإنسان كإنسان بغض النظر عن مستواه، عن دينه، عن كل هاي الأمور، نعم، هو اللي بريحنا في خلق بيئة تربوية وتعليمية مميزة. نعم. بكل مدارسنا، يعني وجود المدرسة بجانب الكنيسة كمان بعطي نوع من الراحة، نعم، نوع من النفسية المرتاحة اللي بتقدر إنه تعطي أجواء مميزة في مدارسنا. هلأ نحن بنعتمد المنهاج الوطني، ولكن بتدعيم لتعليم اللغة الإنجليزية، يعني نعم، في عنا كتب ومناهج خاصة لتعليم اللغة الإنجليزية حتى نقوي أولادنا في مجالات حياتهم اللي هم بيحتاجوا لها، لأنه بتعرفي توجه للاختصاصات باللغة الإنجليزية هو أساسي للسات والآي جي والآي بي اللي موجود صار بانتشار واسع بمجتمعنا، نعم، ولكن إحنا لساتنا عم نخدم الطالب اللي بحاجة إنه يكون قريب من هاي الأجواء واللي ما بيدور على هاي المناهج الانترناشنال، نعم، حتى بالفعل نقدر نخدم الإنسان، نعم، بكل حالاته. ما بقول فقط الإنسان الفقير أو المحتاج، ولكن الإنسان بشكل عام، نعم، ونحن بأقساطنا بأساليبنا بأجواءنا التربوية والتعليمية بنحاول أنه نحتضن الجميع، وهذا الشيء اللي نشكر الله مشهود لنا فيه بكل مدارسنا الأربعة وعشرين. الحمد لله. وبالنسبة للديانة أبونا، عم تعطوا الديانة المسيحية للمسيحيين وديانة، نعم، نحن عنا تقريبا 40% من طلابنا مسلمين و 60% مسيحيين، نعم، وبتعطوهم كل ما لازم، لأنه زي ما قلت لك وبالإضافة للديانة بالضبط، يعني هلأ أنت لما بتربي إنسان صح ومؤمن صح أنت بتبني المجتمع بكل 100% أبونا بكل أبعاده. أبونا هلأ بالنسبة للنتائج بشكل عام للتوجيه، أنا بدي أسأل، كان في المؤتمر الصحفي أعلنوا نتائج وأعلنوا علامات عالية، طبعا السنة هاي ما فيش 100%، لكن في 99.7 وفاصلة، لكن وخاصة الأول جاب 99 اللي هو عجلان الأول على المملكة. فبالنسبة للمعدلات العالية، يعني شفنا أشخاص تفوقوا، لكن مستوى المعدلات العالية مش زي كل سنة. يعني لما حكى وزير التربية إنه ممكن يدخل طالب طب معدل 95، هاي ما كانت توصل، دائما 97-98 وما طالع، لكن أنت بتشوف إنه المعدلات السنة كيف كانت؟ شوفي، أنا بمنظومة المعدلات هذا شأن للوزارة التربية. أكيد أكيد. تحس بس أنت برأيك يعني كتربوي يعني. بالضبط. أنا بقولك كتربوي، ولكن إنه في خلفه استراتيجيات معينة. نعم. هلا الحكومة باستراتيجيات خدمة سوق العمل. نعم. في توجهات لحكم النتائج لتخدم سوق العمل. نعم. فدائما يعني بتشوف الأمور متوافقة. نعم. واللي بيصير كتير في تجاوب مع صوت الشارع وصرخة الشارع اللي دائما بتأثر على هاي القرارات وهاي النتائج اللي نحن بنحصل عليها. نعم. فمش دائما بتحسي انه خلينا نقول في عدالة كاملة بموضوع النتائج. نعم. خاصة يعني بالبداية كان في اول امتحان الفيزياء طلعوا صعوبة الامتحانات، الرياضيات، الكيمياء، يعني كان في كتير ضربات للطلاب اللي نفسيا حطمتهم ليكملوا الامتحانات. بالضبط. يعني فنحن ما يعني ما بقدر اعتمد على موضوع النتائج من نظرتي انا كمدير مدارس، ولكن بظن انه دائما هاي النتائج بتخدم سياسات
حكومية في سبيل خدمة سوق العمل. نعم نعم، أنا بشكر كمان عنا بالأردن يعني في جامعات خاصة، يعني المعدلات شوي واطي مش قادرة تدخل تنافسي، ممكن تدخل خاصة، لكن هذا بترتب طبعا أعباء للعيلة. فبعد نجاح الطالب أبونا، إذا بدك أنت تقول إنه الطالب نجاحه على إيش بيعتمد؟ يعني هل هو على المدرسة، هو على الأهل، هو هو الطالب نفسه؟ يعني نجاح والتفوق، يعني أنا بدي أقول مش النجاح فقط، لا التفوق. شوف يا لا، برجوع عن شوي لموضوع الجامعات الخاصة. نحن كتير مرات بندور على شهادة، ما بندور على مستقبل ابننا. يعني بدي ابني يكون معه شهادة، وهذه العقلية الغلط اللي لازم نغيرها بأهالينا مش بمدارسنا. لأنه النجاح هو محصلة حياة كاملة، وما بقدر أعطيه لجهة بدون التانية. يعني البيت والمدرسة هم مؤسستين متكاملات. يعني في دور للأهل بالبداية بالمتابعة، في دور للمدرسة لبيئة المدرسة لجو المدرسة، في دور للمعلمين كاملين. زي ما قلت لك من الكيجي للتوجيهي. هذول ما بنقدر نقول إنه اللي حصل عليه بالتوجيهي هو بس لأنه اشتغل درس، لأنه تبع، لأنه جاب معلمين خصوصي، جاب هاي النتيجة. النجاح هو عمل يعني نتيجة بتنبنى عبر سنين، يعني بيعتبره أسلوب حياة إنسان. بالضبط، فأنا من مظهره كيف عم بترافقي، كيف عم بتتابعي، إن كان بالبيت وإن كان بالمدرسة، من خلال أهله، متابعة أهله، سؤالهم في المدرسة، متابعة دروسه في البيت، المعلمين بكل أبعادهم، بكل المراحل اللي مر فيها. هذا الشيء اللي بيبني حياة الطالب الناجح. واللي قادر إنه مش يختار اللي بده إياه أهله أو اللي بفرضه عليه المجتمع، ولكن يبحث عن الشغف اللي موجود في داخله. أنا شو بدي؟ أنا مين بدي أكون؟ فبالتالي أنا بوجه دراستي وبوجه نتائجي لتخدم الشغف اللي موجود في داخلي والمستقبل اللي أنا بدي أشوف فيه حالي. هذا البعد مش موجود كثير مرات بحياتنا، بمجتمعنا وبطلابنا. بالفعل احنا دغري 99 دكتور. هو على السريع يعني كل اللي اخذوا 99 لما بتقولهم ايش بدك تدرس تقول لك طب. يعني حاطط هدف وخلص طب. بالضبط، هذا البعد او هذا الشغف، طب، هندسه، هاي الامور الاساسيه الموجوده في حياتنا. لانه انا بدي اشوف حالي بابني الدكتور او بابني المهندس. فبينما الصحيح واللي لازم نحن نركز عليه انه نحفز الشغف الداخلي اللي موجود في نفسية الطالب، ونحاول انه نتيجته تخدم هذا الشغف حتى يبدع في حياته، يبدع في مستقبله. غششك شغلة يا ابونا، يعني صارت معنا نحن لما ابني زيد نمرة 3 كان متفوق في المدرسة، وطبعا كان على نظام الاي جي بالمدارس الفرير، فكان متفوق بيجيب ايز وكذا وهيك. فقلنا هذا الطفل من هو صغير زيد متفوق في المدرسه. بقول الانسان المتفوق فعلا بيكون من صغره ومستمر، لانه مسيره حياه انه انا بدي اتفوق، انا دائما بهتم بدراستي، دائما بهتم معدلاتي، دائما بهتم بواجباتي، بقوم فيها اول باول. لما وصل مرحله الثانويه اللي هو صف 11 و12 كان أساس إنه بده يدخل دكتور، ودكتور يعني تجميل، حاطط بباله إنه دكتور وتجميل إن شاء الله لآخره. بصف 12 أو سوري بصف 11 بيخلصوا كل مواد الآي جي، وبضل فصل صف 12 بس بده عندهم يا عربي يا يكملوا أي مادة يعيدوها عشان يرفعوا المعدل. فتحت كلية الطهي، فنون الطهي، وكان من هو صغر ويحب هذا معجنات وهاي كيكات وهاي كذا وهيك. راح هو لحاله على الجامعة أول ما فتحت، وانبهر بالمطابخ، وانبهر بالأساتذة السويسريين. يعني مش عم بعمل دعاية للجامعة، بس هي بالنهاية جامعة ابني. فقال لي ماما أنا ما بدي طب، أنا بدي أتعلم فنون الطهي بهاي الجامعة. كانوا يعطوا سنتين دبلوم. طبعا أنا انجنيت أنا وأبوه إنه أنت طول عمرك بدك دكتور دكتور دكتور. فقال لي أنا هذا شغفي، هذا حبي. ولما أنا رحت على الجامعة شفتها انبهرت فيها. نحن هلا كأهل
كان عندنا الوعي. الإنسان مثل ما أنت تفضلت أبونا بشوف شغف الولد وين اتجاهه، لأنه حتى يبدع بشغله، حتى يتميز كمان بعمله. يعني أكون مهندس وأنا مش حاب الهندسة، أكون طبيب وأنا مش حاب مهنتي. فهدول بسموهم الأطباء اللي تدرجوا أو صاروا أطباء عشان الظروف الحياة والمجتمع فرضت عليهم والأهل فرض عليهم. فقلنا له روح، حتى أخذ موافقة من المدرسة، لأنه وقتها مدير المدرسة يقول له مستحيل أهلك يوافقوا، يعني متفوق لازم تروح دكتور. حتى المدرسة نفس كانت أنه نفس الإشي العقلية، إن أنت دكتور. قال له لا أهلي موافقين، وأخذ فعلا موافقة منه وندانا المدير المدرسة، أنتم موافقين ابنكم يطلع يدرس بهاي الجامعة؟ يعني كان هذا كمان تدخل من المدرسة أنه توجه الطلاب حسب إمكانياتهم الثقافية أو مخرجات الصفوف تبعتهم أنه وين يروحوا. وصار شيف وكمل برا الحمد لله مبروك. وهلأ يا أبونا رجع على الجامعة نفسها اللي درس فيها يدرس، فهلأ صار أستاذ بجامعة رويال أكاديمي. فعم نحكي أنه كيف الطالب وتوجهه، يعني الأهل لازم يشوفوا وين الطالب بحب يكون عشان التميز. فهذا تعقيبا على اللي حكيته. نحن ما سمعتش ريمون شو خبرتني، اتصل معنا هلا على الخط. صباحك نور ابونا. صباح الورد. هلا دكتوره. وانا ابونا جهاد عماري مدير مدارس بطرقيت الروم الكاثوليك الملكي الكاثوليك. اهلا وسهلا فيك ومبروك النتائج للتوجيهي يا ابونا. الله يخليك. تخبرنا معي كمان بالاستوديو أبونا وسام منصور. ألف مبروك أبونا. أبونا الله يقويكم ويبارك تعبكم. الله يخليك يا أبونا. أبونا تخبرنا عن النتائج هاي السنة في مدارس الروم الكاثوليك، كيف كانت؟ أولا من عيد الصباح لحضرتك دكتورة ولحضرة أبونا وسام والمستمعين والمشاهدين، نهنئكم، نهنئ بلدنا الأردن ومدارسنا، مدارس الأمانة العامة ممثلة بالأب رشيد مستريح الأمين العام. نهنئ إداراتنا، كوادرنا التعليمية، طلبتنا وذويهم بالنتائج حقيقة التي أبدعوا فيها هذا العام على الرغم من الصعوبات التي اكتنفتهم خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعا، هي مرحلة الكورونا اللي أكيد منصلي لربنا أنه يخفف عنا هذا العبء، هذه التجربة، وحقيقة عيد حياتنا إلى طبيعتها، وهي فرصة أيضا لاكتشاف قيمة الحياة اللي أعطانا إياها ربنا. أكيد نتمنى بالنسبة للنتائج لأولادنا أولا أنهم يتابعوا مسيرتهم اللي بدأوها، واللي نأمل إن شاء الله أنه كانت ضمن رغباتهم هذه النتائج والمعدلات، وأيضا الطلاب اللي ما حالفهم الحظ أنه إعادة المحاولة. الفشل هو عدم الاستمرار في متابعة النجاح. أكيد دكتورة في بالنسبة للسؤال اللي أنت وجهتي، إحنا الحمد لله كانت نتائجنا للمرحلة حقيقة للفرعين الأدبي والعلمي، إحنا عنا مدارس الثلاثة اللي تابعة لإدارتي للروم الكاثوليك، أكيد في عنا مدارس أخرى اللي هي رهبات الناصرة، رهبات الزرقاء المخلصيات، ورهبات شويريات إربد، أكيد هم بتحدثوا عن أنفسهم. بالنسبة لأن عنا إحنا مدرسة الحصن الحمد لله كان عنا نسبة النجاح 93%. الأول جاب 94%، وهذا على الفرع العلمي. والفرع الأدبي كانت نسبة النجاح بالحصن 82% والأول 85.6. وبالنسبة لمدرسة الزرقاء عندي الفرع العلمي عندنا نسبة النجاح كانت تقريبا 80% والأول معدله قرابة 96. عندنا أيضا مدرسة الهاشمي وهي فيها فرعين، العلمي كان نسبته 94 النجاح والأول حصل 95% العلامة الأولى. وبالنسبة للفرع الأدبي أيضا
كانت نسبة النجاح 88 في مدرسة الهاشمي، والأول تقريبا 87.5. هذه بالنسبة للنتائج بالمجموع هي نتائج مرضية، سيما أنه هي علامات شبه كاملة بالنسبة إلي النجاح صحيح. أكيد كنا بنطمح مدارسنا المسيحية، وأكيد كل المدارس أنه يحصوا من العشرة الأوائل، لكن حقيقة النجاح أيضا لما بيكون عندنا نسبة نجاح أولادنا الطلاب هي مرتفعة، ومثل ما سمعتي وخبرتكم دكتورة النسب عالية، يعني 94 و95، يعني هذه النسب المئوية بالتسعينات هي مؤشر حقيقة يدل على نجاح المدرسة، الإدارة، المعلمين أيضا والطلبة. بحب أهنئ كمان أيضا من خلال إذاعتكم وتلفزيونكم الكريم أيضا أختنا كونشيتا حسان اللي ببنتنا جود حداد اللي جابت السادسة على المملكة للإناث بالفرع العلمي بمعدل 99.57%. هذا إحنا من منظور شمولي ومنظور الوحدة لمدارس الأمانة أكيد هو نجاحنا إحنا أيضا في نفس الوقت. نعم، ألف مبروك يعني أبونا جهاد، وأنتوا جهودكم كمان كانت مباركة، في خاصة أنه هاي الدورة كانت دورة استثنائية مع وجود جائحة كورونا والتعلم عن بعد، لكن أنتوا هلأ بلشتوا دراسة أبونا، لأنه مثل ما خبرني أبونا وسام بعرفش أنه المدارس نفسها كل المدارس نفس اليوم ببلشوا دوامات المفروض. صحيح دكتورة، احنا بلشنا على حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم لعمل الفاقد التعليمي لأولادنا الطلاب، وبالفعل بدأنا من البارحة، خصوصا انه 16-15 هو عيد انتقال أمنا العذراء إلى السماء، ويوم أحد أكيد عطلة رسمية لمدارسنا. بدأنا حقيقة العمل، ويعني بجزء هي مناسبة شخصية. أنا دكتورة اليوم هذا نهاية هذا الشهر بصير لي بمدارس الروم الكاثوليك، ابتدأت من 1996، يعني إلي 25 سنة في مسيرتي بمدارسنا الروم الكاثوليك. الله يقويك يا أبونا، العمر كله والمزيد من العطاء يعني بالعطاء المتميز، يعني جهودك جبارة في المدارس والناحية التربوية. ربنا يبارك عملك يا أبونا ورسالتك التربوية والرعوية والروحية كمان. الله يخليك. إحنا أكيد إذا بدنا نعود بمدارسنا هي مع بداية القرن العشرين، يعني إحنا من 1900 أكيد أبونا وسام لهم مدارس البطركية 160 سنة، إحنا تقريبا نحكي شي 120 سنة في خدمة بلدنا الحبيب الأردن كمدارس روم كاثوليك. حقيقة من لما كان المطران حجار مطران حيفا هو المسؤول عن الشمال في الأردن، لحد تأسيس الأبرشية مع مطلع الثلاثينات مع المطران بولس سلمان، يلي المطران ميخائيل عساف وسيدنا سابا يوكيم الله يرحمهم، سيدنا جورج المر والله يرحمه، سيدنا ياسر العياش، واليوم على سدة السلطة سيدنا جوزيف إجبارة. أكيد هي مسيرة خلال 6 أساقفة 7 أساقفة من العمل أنتجت مدارسنا، كما مدارس البطركية أيضا ومدارس الأمان العامة جمعاء أنتجوا لهذا الوطن الحبيب من الكوادر العلمية والكفاءات الإدارية المتميزين، وبلغ ما بلغ منهم الأشخاص في حكومات المملكة الأردنية الهاشمية. حقيقة هذا فخر لإنجازات مدارسنا، وكل مرة نلتقي مع المسؤولين بنوصلهم هذه الرسالة الجميلة. نحن أصحاب رسالة، ونحن لا نلقي مفاتيح مدارسنا إلى الآخرين، بل نفتح مدارسنا دائما لتكون مشرعة للعمل والعطاء والحب. هذه رسالة مدارسنا، أنه نعطي الفرصة لكل طالب، لكل إنسان
أنه لك الفرصة أن تحقق ذاتك ضمن الإمكانيات المحدودة والإمكانيات المتواضعة والإمكانيات المتقدمة أيضا، أن في مدارسنا أن نمنح الفرصة لهذا الإنسان أن يسير إلى الأمام. هذه رسالتنا، وهذا نحن نفتخر أنه أضعنا شمعة في أردننا الحبيب، أضعنا شمعة حتى نكون دائما منارة لكل إنسان حقيقة يتعامل معنا ونتعامل معه بحب وعطاء. الله يقويك يا أبونا، وإن شاء الله يا ربي هذا الموسم الدراسي الجديد أنه يكون فاتحة خير على الجميع، على الطلاب كمان، أيضا المزيد من النتائج الباهرة كمان لمدارسنا ومدارس البطركية، إن كانت لاتين أو كاثوليك، أو حتى كمان الآن كمان راح يحضروا الشباب الاتصال مع الأستاذة لين مدانات مدير عام مدارس البطركية الأرثوذكس. فكل التحية والاحترام والتقدير يا أبونا لجهودكم الجبارة، وإن شاء الله هذا الموسم يكون أحسن من المواسم اللي مرت علينا خلال جائحة كورونا، لأنه أكيد عشتوا تحدي كبير خاصة مع الأونلاين وعن التعليم اللي عن بعد. فبنتمنى نتائج باهرة كمان في الموسم القادم. بس هيك معلومة صغيرة، كم طالب دخل على المدرسة اليوم؟ احنا عدد الطلاب بمدارسكم كم طالب اليوم دخل؟ حقيقة احنا بالنسبة لنا دعينا كل الطلاب، ما استثنينا ولا طالب. بعتذر اني اعطيك رقم محدد الان، لكن باعتقادي انه فتحنا الابواب وطلبنا كل ابنائنا الطلاب انهم ياتوا الى المدرسة. نعم، لكن ممكن انه في طلاب يتغيبوا يعني عن الحضور، وهذا شيء عادي؟ هذا انت حسب تعليمات وزارة التربية، للطالب الحق في ان ياتي الى الفاقد او يرفض الحضور، فهذا قرار الاهل مع الطالب. نعم. يعني ان شاء الله اليوم اكيد بتبين معنا نتائج الاعداد كلياتها. الله يقويك يا أبونا جهاد. كان معنا الأب جهاد عماري مدير عام مدارس الروم الكاثوليك الملكين الكاثوليك في الأردن. منحييك في هذا الصباح، صباحك نور يا أبونا، وإن شاء الله المزيد من اللقاءات في المستقبل إن شاء الله. الله يخليك، ألف مبروك يا أبونا. الثاني الأبونا وسام، وربنا يعطي ألف عافية على جهوده اللي حقيقة دائما مشرقة ودائما محب العطاء، وأكيد كأسلافه من مدراء المدارس في البطركية يقدم أبونا الكثير والكثير، وحقيقة نرى البصمة التي يضعها أبونا في المدارس. نتمنى لكم أيضا خيتي باسمة التقدم والنجاح، وحقيقة لكم أصبح هذا الحضور المميز علامة جميلة في أردننا. الله يخليك يا أبونا، ونهني بلدنا ونهني الجميع، ونتمنى للذين لم يحالفهم الحظ إعادة المحاولة إن شاء الله يا أبونا. الله يقويك يا رب، وصباحك نور. صباح الورد ينعاد عليكم ان شاء الله دائما بالخير. الله يخليك ابونا، شكرا حبيبي ابونا، الله معكم. هلا اهلا ابونا. ابونا بوجه السؤال كمان لكم، كم طالب دخل اليوم للمدرسه؟ زي ما ذكر ابونا جهاد عندك الاعداد مش اكيده، اكيد مش اكيده يعني، بس هذه كمان بس كان المجال مفتوح للجميع يعني. بس فاجأت انه اختياري انه هاي تعليمات التربيه، انه للاشخاص اللي مش حابين يكملوا وجاهي يعني هذا لا مش بالمعنى، لانه زي ما ذكرت لك من قبل انه نحن وفينا الماده حقها. نعم. بالتعليم. نعم. الاونلاين، لكن هذا هو دوام اضافي لتعويض الفاقد للي بيحب يدخله. بس انا بتصور انه كتير مهم للاهالي انه اولادهم يدخلوا، لانه اكيد هن بيدركوا بقراره نفسهم انه اكيد في فاقد فقدوه. انا قلت لك الطالب بحاجه يرجع للمدرسه، نرجع للمدرسه. انا يعني انت ما مآمن مع منظومه التعليم الوجاهي 100%؟ نعم 100%. هلا ممكن نستعين بالخبره اللي صارت. نعم. وندخل البعد الإلكتروني على التدريس، ولكن مش بالصورة اللي عشناها بالفترة الماضية. نعم نعم. شباب في عنا اتصالات عم بيجي على تليفوني، ف تنتبهوا على التليفون إذا في إمكانية، وتحضروا لنا تليفون الدكتورة الأستاذة لين مدانات. أوكي.
طبعا احنا بنصبح على كل الاشخاص اللي معنا على المباشر، يعني اسم الله حضوركم مميز، واحنا شاكرين تواصلكم معنا وارسالنا لصباحاتكم. بشرى اليعقوب صباح الخير ومحبه المسيح. ام عادل النمري صباحكم نور ومبروك لكل الناجحين. اخلاص عمارين وسامر النمري. خالد عجلات واحلى صباح من احمد صالح العبيدي. احنا ابونا حضور مش بس مشترك مسيحي مسلم، احنا على النورسات ضروري جدا. مروان شابو طبعا هذول اخوتنا العراقيين. رائد حجازين، امال سويس النفاع، يسعد صباحكم بكل خير. بصبحوا عليك يا ابونا وسام، نور الشاشه يا ابونا. صباحك خير وبركه. وائل زهران، رويد حجازين، وفايز البدر، ونور بواب قاقيش، ونور بواب قاقيش تسعد صباحكم. أبونا وسام قائد وراعي يستمد قوته ورسالته من قلب يسوع، فلا بد أن تكون أعماله متميزة أينما يكون. فهذه شهادة من أحد المتابعين. أنطونيو مغنازو وهيا هيلا الزيادات وبشارة مسلم من الأراضي المقدسة. صباح الخير للجميع، ألف مبروك للناجح. ويجب وبحب أحكي للناس اللي لم يحالفوا من حظ لأي سبب، لا تحزن، لأنه ممكن يكون ربنا كاتب لك شيء أحسن. ومن تجربة كتير ناس معهم صنعت وعندهم مستقبل كتير ممتاز. صباح الخير للجميع. ودارين ثابت وإليو يونس وطارق خوري صباحكم نور. ونادر سابا، عبير الجنيني، وسميرة عيسى بطرسة، ومارينا مصاروة، ومرح حداد. منكمل الصباحاتكم، نشكركم على تعليقاتكم أيضا. ومثل ما خبرنا اللي بحب يرسل تهاني كمان لأشخاص بعزهم بعزو يبعث لنا، نحن نتواصل معكم على المباشر. معنا الأستاذة لين إمدانات، مديرة عام مدارس بطركية الروم الأرثوذكس. صباحك نور. صباح النور دلين. وأهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير والتفاؤل. الله يسعدك يا ربي، وألف مبروك. معنا أبونا وسام منصور بالاستوديو، بصبح عليك. على صباح الخير ومبروك مكانك الجديد، خدمتك ورسالتك، وجودك معنا وشراكتك علمانية بتخدم الكنيسة شيء مشرف جدا، ومبسوط جدا للتواصل معك. الله يبارك فيك أبونا، وشكرا لكم وشكرا على هالترحيب. الله يسعدك. أستاذة لين، إحنا بس هيك تخبرينا كيف كانت النتائج، يعني ألف مبروك للناجحين وحظا أوفر طبعا اللي ما حالفهم الحظ، خاصة أنه كانت دورة استثنائية بوجود جائحة كورونا. فكيف كانت النتائج؟ هل ضمن المتوقع أم يعني صار فيها شوية زي ما تقول إحباطات؟ لكن تخبرينا أنتوا عن نتائج مدارسكم. الحمد لله السنة يعني احنا عارفين كانت ظروف صعبة كتير على الكل. نعم. الطلبة واجهوا تحديات ما بعمرهم واجهوها، سواء كان على صعيد انهم يتواصلوا مع المعلمين، مع الأساتذة، مع المدرسة، يوصلوا للمنهاج، يقدر يصير فيها التفاعل اللي بيقدر يعني يعزز من معرفتهم ومهارتهم. فكانت الصعوبات والتحديات على مستوى المدارس كبيرة، التحديات كمان في البيئة المنزلية كبيرة كتير. الأهالي عانوا، أهالي فقدوا أعمالهم، أهالي فقدوا أحباء لهم. فالطلبة والمتعلمين كانوا عرضة لكل هاي الظروف والتحديات الصعبة اللي ما كانوا مهيئين إنهم يواجهوها. أنا بعتبر أنهم وصلوا لهاي المرحلة هو نجاح وإنجاز. بالنسبة لإلنا إذا بدنا إحنا نتطلع لقدام، موضوع نجاح الطالب وعلاقته فقط إنجازه بعلامته هو ليس النجاح. النجاح هو أنه تحدى كل هاي الظروف الصعبة ووصل لآخر السنة. هذا لحاله إنجاز ونجاح. النتائج كانت إيجابية،
وضمن actually ضمن المتوقع وضمن الاعتيادي بالظروف الطبيعية. فبالنسبة لنا هذا هو الإنجاز الكبير ونجاح الطلبة إنهم وصلوا لهاي المرحلة، الحمد لله. نعم نعم. أستاذة لين، هلا بالنسبة للنتائج كيف كانت أداء الطلبة؟ يعني حصلتوا نتائج مرتفعة من الطلاب، وأنتوا كم مدرسة روم أرثوذكس بالمملكة؟ هلا مدارس الروم الأرثوذكس تقريبا 20 مدرسة. نعم. بين روضة ومدرسة. النتائج اللي وصلوا لها زي ما حكيت هي إنجازهم، في كانت علامات عالية كتير بالتسعينات بالثمانين، نتائج إيجابية جدا، فهذا هو الإنجاز تاع طلابنا الحمد لله. احتفلوا مبارح في كل المحافظات. نعم. فرحوا، والإدارات والمعلمين عززوا إنجاز الطلبة بأنهم انتهوا من هاي المرحلة الصعبة وعززوا الكل، كل الطلاب. نعم. الحمد لله. حلو، الحمد لله. يعني كمان انتي هلا هاي السنة بجهودك بعد استلامك هذه المنصب إن شاء الله تكون الفترة القادمة أيضا مستمرة في العطاء المتميز في مدارس بطركية الروم الأرثوذكس مسلين. فأنتوا بلشتوا هلا دوامات، لأنه مثل ما خبرني أبونا وسام وأبونا جهاد بالاتصال سابقا إنكم بلشتوا دوام هاي مبارح أو اليوم. نعم نعم. إحنا قلنا خلينا نعطي فرصة لطلبتنا. نعم. بناتنا وأولادنا إنهم ييجوا يرجعوا يتواصلوا ويبنوا علاقات. نعم. التواصل مع معلمينهم واصحابهم. نعم. ففي بعض المدارس بدأوا أمس يوم الاثنين. نعم. بعض المدارس بدأوا رح يبدوا اليوم، والحمد لله الإقبال كبير على المدارس. الأطفال والطلبة سعيدين إنهم يرجعوا للمدرسة يتواصلوا يشوفوا معلمينهم ومعلماتهم اللي انقطعوا عنهم وجاهي خلال السنة، يرجعوا يشوفوا أصحابهم. فإحنا قلنا نعطي فرصة للأطفال والطلبة يبنوا هاي العلاقات مرة تانية. حلو. وبنفس الإشي يكون تهيئة تعزيز للمهارات، للمعلومات اللي يعني فقدوها خلينا نقول خلال الفترة الماضية. نعم. فالحمد لله بدأوا الدوام مبارح واليوم، وكتير كتير مبسوطين وفي إقبال كبير على هاي المدارس. الحمد لله. أكيد الأهل هلا بدهم يخلصوا من أولادهم. يعني معنا قاسي شوي الكلمة، لكن نبلغ بكفي يعني وجودهم السنة الماضية كان تحدي كتير للأهل، إنه وجود أولادهم بالبيت على طول يعني، وحتى كمان للأشخاص اللي بيشتغلوا والأمهات اللي بتشتغل، متابعة الأولاد خاصة أونلاين يعني كان صعب. صح. كتير. صح أكيد. الله يعينهم. الله يعينهم يعني فعلا. بين تحديات الشغل، بين تحديات البيئية، الظروف. أكيد. الأهل وأولادهم موجودين يساعدوهم، فطبعا بالنسبة لهم فرصة ياخدوا بريك ويرجعوا هم كمان يجددوا حالهم. نعم أكيد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذة لين. يعني إحنا شاكرين إليك الاتصال وأيضا المعلومات اللي خبرتني وتواصلك معنا هذا الصباح في برنامج صباحكم نور. منحييك يا ربي، ومنتمنى موسم جديد مبارك يا ربي بنعمة ربنا. ربنا يوفقكم ويقودكم للمسيرة التربوية والروحية كمان أيضا مع بعض، لخدمة الطالب، خدمة المؤمن، وخدمة الأسرة والأهل والمجتمع بالنهاية. فصباحك نور، وشكرا لإلك مسلين. يا هلا فيكم، وألف مبروك. يبارك فيكم وشكرا على هاي الفرصة، وإن شاء الله إنه كل طلبتنا بالأردن يحصلوا على الفرص اللي بتمكنهم هم يتعلموا ويبدعوا، وإحنا موجودين حتى نسهل لهم هاي المهمة. وإن شاء الله يومكم سعيد وسنة سعيدة على الكل. يا رب يا رب حبيب. تسلمي يا رب. شكرا أستاذة لين. شكرا شكرا. الحمد لله. الله معكم. الله معك. باي باي. يعني جميل هيك التفاؤل والفرحة الطلاب بعودتهم على المدرسة، زي ما بقولوا العدنا وعدنا والشوق يراودونا. فأكيد لأنه في على الفيسبوك قبل كم يوم حطوا
صور الأطفال كيف خاصة بالصفوف الأولى الأول والثاني والثالث كانوا عملوهم على مراحل الدوامات، فكيف الطلاب لأنه يعني كأنه غريب يعني يشوفوا طلاب تانيين يعني عم بدرسوا، ف مش سهل فعلا، يعني في تحديات من نوع جديد رح تكون موجودة أمام معلمينا إن شاء الله يا ربي. يا أبونا أنا مستمر إنه يعني كورونا إنه ما تعطلنا مرة تانية، طبعا هذا بيعتمد على وعي الطلاب وإنتوا كمان كمدارس 100%. أكيد موفين عاملين البيئة مناسبة من حيث النظافة من حيث التباعد كل ما لازم. نعم. إن شاء الله. نعم يعني لسه الطلاب بيستعملوا كمامات وهن بصفوف، هذا ضروري 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 يس. نعم والمعلمين مطعمين كلهم، خلينا نقول فوق 80%. نعم. ما تنسي في بعض الحالات الخاصة الصحية اللي هي حاجز أمام المعلمة حامل حسية لشيء نعم. معين. نعم. يعني بس أنتوا بتلزموا المعلمين يكونوا مضاعمين. نعم. عم تلزموا. نعم. هلا من عمر سمحوا التطعيم من عمر 12 وطالع، ممكن أنكم تساعدوا وزارة الصحة كمان بتشجيع الأهالي على طعام. نحن جاهزين. يعني نعم. بهذا البعد بأي بعد إيجابي كوني متأكدة دائما مدارسنا من المدارس اللي بتبادر بهذا الطعام. أنت طعمت أبونا؟ نعم. أي أبونا ما طعم فممكن يطعم أولاده لأولاد الطلاب الأساتذة. أبونا يعني هيك بدنا نلهي. لا ريمون في اتصال معنا؟ يعني ثلاث دقائق. طيب صباحك نور دكتور جلال فاخوري من أصدقاء النورسات وأيضا متواصل معنا دائما عبر تليفونات واتصالاتنا. صباحك نور دكتور سامعني؟ صباح الخير يا مرحبا فيك. الله يسعدك معك أبونا وسام معنا بالاستوديو. تحياتي إليك وللأباء الأجلاء. أهلا فيك. تفضل دكتور. أنا كنت الحقيقة في لي مداخلة يعني بتغير الموضوع كله، يعني انه البرنامج كله راح على العلامات وعلى الطلاب وعلى المدارس وما الى ذلك. انا سؤالي هو كالتالي. نعم. لا ابونا وسام منصور. نعم. ماذا اعددتم لبناء العقل البشري مثل بناء المعرفي والعلم عند الطلاب؟ يعني بمعنى ثاني إن الطلاب مش بس أرقام ومعرفة، كمان بناء العقل. أنا بهمني إنه كيف نبني عقل طالب ممتاز يكون مبدع مستقبلا. نعم. هلا أبونا وسام سمع السؤال ورح يجاوب عليه دكتور، تفضل أبونا. أنا ذكرت بكلامي إنه أنا بتعامل مع الطالب كإنسان. نعم. أنا ما بتعامل مع عقله، يعني مش متعامل مع عقل طالب بدي أحشي معلومات. نعم. وإنما من خلال البيئة التربوية اللي منحضرها، من خلال تدريب المعلمين. نعم. تدريب المدراء. نعم. نحن منهيئ الأجواء لتطوير وتربية الطالب بكل أبعاده العقلية التربوية الإنسانية وأيضا الروحية، يعني ضمن خطة أبونا أنتم بتحطوها وتعطوها للمعلمين 100%. يعني نعم. في عنا خدمة ورؤية ورسالة واضحة اللي من خلالها نحن عم نربي هذا الإنسان تربية سليمة، تربية وطنية، تربية مسيحية، منوصله المعلومة بطريقتها الصح حتى زي ما قلت لك نحفز الشغف الداخلي تبعه حتى يوجه كل طاقاته في سبيل أنه يحصل على هذا الإنسان المميز والرائع اللي ربنا أراد أنه يرسمه فيه. نعم. ممكن دكتور جلال كمان عم بيطرح أنه هل هناك كمان أنتم مناهج أو أساليب داعمة للمنهاج التربوي أنتوا دائما حريصين على توفرها للطلاب، مش بس المنهاج كمنهاج مجرد يعني. هلا كمناهج للأسف ما في. نعم. وتدخيل مناهج جديدة مش كتير سهل. نعم. ولكن البيئة والنشاطات النشاطات اللامنهجية ولا صفية اللي أنتوا بتتميزوا فيها. نعم. أوكي. هذا الإشي من خلاله بنحاول نبني شخصية الطالب، حياته، مستقبله، أسلوبه، الكاركتر تبعه بشكل كتير واضح. نعم. بتمنى أنه جاوب على سؤالك دكتور جلال. معي الدكتور جلال على التليفون. نعم نعم. بس أنا في آخر لحظات بس بدي أسأل. نعم. أبونا منصور، بس بدي أسأل أبونا منصور،
ماذا أعددتم لعقل الطالب ليطلع مبدع مستقبلا ما يركن على العلامات وعلى الأرقام وعلى المعرفة فقط. بدنا يطلع الطالب من الجامعات متخرج مبدع في الثقافة في الوعي في كيفية إدراك الأمور. نعم هذا احنا موضوع حلقة موضوع شائك، هذا بنعمله حلقة جديدة مع تربوين مع أبونا وسام، ممكن نستضيفه في حلقة نحكي عن التطور البشري العقلي وهل منهاج التربوي اللي يستعمل في مدارسنا أحيانا بيكون أصم يعني شوي مجرد، ونحن بالنهاية برنامجنا نحن التربوي أو وزارة التربية والتعليم كتير بتحدد علامة الطالب في الثانوية العامة اللي بتحدد مصيره، لما إحنا بنطلع من هذا القالب بيصير في لما إبداع لما نكسر هذا القالب. نعم. ممكن ندخل في هذا المجال. نعم. بتكلم نعم الإبداع العقلي. نعم. دكتور أنا بتمنى أنه يعني جاوب على جزء من السؤال لأن سؤالك أنت عميق جدا وأيضا كمان بحاجة لوقت طويل نناقش فيه، لكن أنا بشكرك على التواصل معنا خلال البرنامج صباحكم نور، وإن شاء الله منكون على تواصل أكثر في حلقات أخرى كمان نستضيفك في البرنامج أيضا لطرح بعض الأفكار. شكرا لك دكتور، صباحك نور. صباحك الله يسعدك. شكرا شكرا. طبعا بقي دقيقتين او ثلاث، لا دقيقتين لانهاء البرنامج. ابونا ايش بتحب تعطي هيك توصيل للاهل، نصيحه للاهل خاصه في بدايه العام الدراسي هلا؟ شوف انا بالبدايه بدي اشكر ربنا على كل نعمه اللي بعطينا اياها، لانه النجاح بالنهايه هو عطيه من ربنا. بمسيرتنا بمدارس البطريركي اللاتينيه، وهذا الإشي اللي مندعمه دائما، إنه لولا تدخل إيد ربنا بحياتنا ومسيرتنا ورسالتنا كمدارس ما كان ممكن نستمر بالمرة. نعم. فشكري لربنا ولعمته اللي موجودة في حياتنا، لمعلمينا وكوادرنا التعليمية والإدارية في كل مكان، للفريق في الإدارة العامة اللي بيشتغل معي، ربنا يبارك جهودهم يبارك تعبهم. وبتمنى من الأهل إنه نتفهم دائما الصعوبات والتحديات ونحملها مع بعض. نعم. الشراكة في العملية التربوية هي اللي بتنجحها. نعم. يعني الحمل موجود، إذا أنا أخذت جانب وأنت أخذت جانب رح يكون جدا مريح، بس إذا واحد منا ترك على الثاني رح نتعب. نعم. الجائحة صعبة على الجميع. نعم. وصعوباتها يعني تأثرنا فيها كلنا. كل الناس. نعم. فإذا أنا بدي أرميها على الكنيسة، نعم، لح تتعب الكنيسة. نعم. بس إذا حملناها مع بعض لح نقدر نحملها. أكيد. فأنا بدعو الجميع، إنه والمؤسسات المجتمع المحلي، الجمعيات، العائلات اللي موجودة في مجتمعنا، يعني بنعرف إنه كل عيلة وكل عشيرة في لها جمعية. نعم. فممكن نتشارك بحمل الهم وحمل الأتعاب اللي عم تعطينا إياها كورونا. نعم. حتى نقدر نكمل بمسيرتنا بخدمتنا برسالتنا بهذا التعاون بين تعبنا وبين نعمة ربنا اللي بساعدنا أنه بالنهاية ننجح بهذا الأمور. يعني هي منظومة متكاملة أبونا بين المدرسة الكنيسة الأهل والطالب، يعني الطالب 100%. كمان عليه كمان مسؤولية أنه يتحمل أيضا أنه هذا مستقبله في النهاية. يس. يعني لا هو يعني الهم الأكبر مظبوط أنه على المدرسة أنها تخرج فوج ناجح، لكن برضو الهم الكبير كمان أيضا بتوزع على الأهل والطالب. أنا بشكر أبونا وسام يعني حضورك معنا بالاستوديو هذا الصباح وكلامك وتشجيعك وأيضا النتائج الباهرة اللي حققتوها. نشكر ربنا. يعني نشكر ألف ربنا ألف عليها. مبروك لكل المدارس كمان البطريركية الروم الأرثوذكس والكاثوليك أيضا من هنيهم. مبروك للجميع ولمدارس الأمانة بشكل عام. نعم نعم. فنحن قبل ما ننهي ونسلم حلقتنا اليوم للكنترول للبنان أبونا صلاة ختامية تعطينا البركة وننطلق بسلام. نشكر ربنا على كل النعم والعطايا اللي بمنحنا فيها من مجده من مجد اسمه القدوس اللي دائما هو بيقودنا وبيقود حياتنا، وبنطلب بركة الآب والابن والروح القدس
تحل علينا وتكون دائما معنا. امين امين. وانتم اعزائنا يعني بنشكر تواصلكم وحضوركم معنا واستمتاعكم معنا ايضا، فان شاء الله تكون الحلقه اعطت رسالتها واعطت المعلومات الوافيه من الاباء الكهنه. بنشكر ابونا جهاد عماري والاستاذه لين مدانات وايضا ابونا وسام حضوره، وانتم ايضا متابعينا اللي كانوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تلفزيون نورسات، بنصبح عليكم نشكر كم. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بنفس الوقت الساعة 9 صباحا. فصباحكم نور وإلى اللقاء. صباحكم نور. شكرا يا أبونا. عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي.